فجانا الصبح على الساعة 6 إلى 10 دخول قوات خاصة. يعني طبعا الكل نايم والكل مش أنا والله صليت الصبح في البلد. يعني أنا حتى يعني وأنا في البلد أنزل على الدار عرفت إنه في القوات الخاصة صارت محاصرة الدار ومحاصرة بقوات كبيرة يعني. فبيحاصروا بيوتنا ثلاثة طبعا، بيتي وبيت خالد أخوي وبيت دار أبوي، وبيكلفشوا محمد أخوي وبحاول يكلفشوا مرت خالد أخوي ومرت كتيبة على أساس إنه كان يسلم حاله. بنادوا بالسلسلة فيش حدا عندنا مطلوب يعني، يعني شباب كتيبة في الأمن الوطني وموسى عامل بنا يعني مش. فالقوات الخاصة أول ما توصل تقتل الدور اللي قدامنا بقناص بضرب في ابن أخوي عدنان مشير طبعا اتصاب على ظهر الدار، هو بينام بالأغلب على ظهر الدار، فبضربوه رصاصتين، واحدة بيجري واحدة بالحوض، وساعتين هو ينزف وبحاولوا يعني أخوي وإحنا بنات الدار يعني على اساس انه ينزلوه بس يسعفوه، فبرفضوا ساعتين وينزل زي شايفين دمه، واخر شيء بيجوا بنزلوا الجيش على الجب بدهم يعتقلوه، وضباط الاسعاف بيحاولوا انهم ياخذوه ما قدروش، نزلوا البنات وسحبينه من الجب يعني غصب، بعد ما تاكدوا طبعا انه مش مطلوب. يعني تخيل بتصاوبه بتحاول قتله وتدشوا فلته ينزف ومش مطلوب، يعني الصلف والعنجهية. يعني أنا مش فاهم يعني شو هالأخلاق، شو أخلاق هالدولة المركبة عليها أخلاق، يعني النازية بيحكوا عن النازية، هاي النازية هاي بحد ذاتها النازية، إحنا ناس آمنين مدنيين في حالنا لا مسلحين ولا أطفال، روعوا الأطفال والنساء. هاي أبوي عمره 95 سنة مش قادر يوقف على جريه، بصحى على صوت الخبط والطخ. طبعا مين مات؟ ابنه. مين مات؟ ابن ابنه. مين بقول لك بعد فات ساعتين من النزيف حا يعني قدرنا نخلص مشير وطلعنا على التركي، والحمد لله يعني اصابته هسه مستقره، عنده كسر في الحوض اصابه وكسر في اجره، وبكملها الضابط بتصل علي تلفون. انا طبعا انا بحياتي ما اتيت ولا رحت ولا جيت. الو نعم انت بدنا موسى. طب موسى شو عامل لك؟ وكتيبة سلموا حالهم ولا احنا بنهد الدار؟ طب شو دخل الدار انت؟ واحد افرض انه مطلوب الك او لاس او شو دخل الدار وتهد لي الدار يا او يعني انت الكد يعني بتضرب يعني بعد ما ابني انا سائل عن الدار؟ قلت له هد يا سيدي الدار، هد الدار وهد اللي فيه يعني مش هال. فبقول لك الصرف اللي احنا يعني انا اللي بدي اوجه رساله للعالم، للعالم اللي بيفهم والعالم اللي عامل اللي فيها حقوق انسان، وللسيد بايدن شخصيا اللي بقول لك اسرائيل بتدافع عن نفسها. اي دولة بتدافع عن نفسها بتيجي على اطفال نايمين عزل، اطفال ونساء في كلب بيت امن الساعة 6 الصبح بعد صلاة الفجر، وبطخوا وبكيموا بحطوا وحتى بيحاسبهم. يا سيد بايدن، يا رؤساء دولنا العربية المحترمين، يا مجلس الامن، بكفيكم صلف وبكفيكم عن جهية وبكفيكم كلب ميكالين. عيب اللي قاعد بصير، عيب الشعب الفلسطيني قاعد يذبح، الشعب الفلسطيني الأعزل المظلوم المحتل لأرضه اللي بيته بيبنش عليه مظلوم.